ما كان عقابك ما نمان ظاظا رح صير أسكي بابا بابا افتح الباب. مين انتي؟ كم وحده متخلفه عقليا بتنادي لك بابا؟ لا تقلي لي ادب وليه؟ نقلعي من هون ما بدي اشوفك. بابا اذا بتريد افتح الباب. هلا انا مشغول كتير. بالاول اسمع اللي بدي اقول لك اياه وبعدين انشغل بشو ما بدك. قولي لي اي مجنون جابك لعندي لهون لحتى تزعجيني. انجي انجي منين بتعرف اني انا هون؟ بابا شو صار لك؟ انت جنيت افتح الباب. وليه؟ جيت لكم اتنيناتكم بالاول وبعدين بوظ حالي. روح نقلي من وشي. بابا بعرف انك رح تندحر. افتح الباب ولا تخليني كسره. اذا بتعرفي قولي اللي بدك اياه. روحي الي لاني انا كمان رايح. ما بصير تروح على محل يا متخلف عقليا. ما لي حدا بالحياه غيرك. قتلت امي. لا تقتل ابي يا مريض نفسيا. ما قتلت امك على الفاضي. قتلتها لأن ربت وحدي مثلك بلد الباية قليلة أدب. تركيني تركيني اقتل حالي لأني السبب لكل شيء. اسكندر رجاء ممكن تفتح الباب؟ خلاص كل شيء خلاص يا إنجي. ما بقي في سبب يخليني عايش على وش الدنيا. أنا موجودة. شو بده يكون عندك سبب أكبر مني؟ في أب بيزعل بنته كل هالقد؟ شو انت داخل على اسطبل ولادب؟ قلتلكم روحوا. شو مفكرة رح تلعبي معي؟ إذا قلت لك روحي بتروحي. نزلي هذا السلاح. إذا بدك تموت منموت سوا. خلاص ليكني نزلته. نزلي سلاحك. اترك المسدس من إيدك. انتي اكبر بلوي بحياتي. نزليها هلا بتطلع رصاصة بالغلط. مو لازم يخطر ببالك تتركني وتروح. شوي 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 خلص شوي شوي. طولي بالك. انتوا الألمان مغزينك كتير زايد وزنك. لو شايف بنتك اللي قدامك مرة مو لازم تقلها زايد وزنك. ما قلتلك برميل. شو بدك أكتر؟ مدام انجي هدول اتنين بيقتلوكي وبيقتلوني. تعالي نروح نحنا. انت اطلع ابراهيم. انا إلي معه حديث خاص. من هلا ورايح ما بدي اياكي تحملي سلاح ابدا. علمتني اوص على الفاضي؟ علمتك على الفاضي. اذا من بين كل الناس اللي علمتهم القواص ما ضل غيرك انتي اوص مشاني يا بنت. علمتك على الفاضي. ليكي اب وبنته عم يتحركوا بإيدهم سلاح.
وينهم هلأ رفقات سلاح تبعي؟ عم يدفنوا سلاحهم بدون خجل. لك تفنوا أعدائكم، ليش عم تدفنوا سلاحكم؟ تعالي انجي، تعالي. قالوا لي شلون عرفتوا انه انا هون؟ فيلر خبرني عنك. انت شو لك شغل مع فيلر؟ اسكندر، فيلر قال بده اياك تكون معه. لا 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 لا، ما بصير. هذا مو وقت العناد والتصرف بعاطفي، هذا وقت تتصرف بعقل. مثل ما فيلر بحاجتك، انت كمان بحاجته. بموت احسن لي. انت بدك يعني يكون عبد عنده؟ اذا بدك تموت موت بكرامي، مو تقوس على راسك. خذ بتارك واسترد اعتبارك ومكانتك وبعد موت.